السلام عليكم مشاهدين، رمضان مبارك عليكم وعلينا. زيو مدينة صغيرة بمواليها، كبيرة بالمواهب اللي فيها، مواهب فنية جديرة بالتقدير ومواهب خاصنا البحث عليها. ليالي رمضان برنامج كتقدموا لكم البوابة الإلكترونية ديالكم زيوسيتي.net طيلة شهر رمضان، كنستضفوا فيه طاقات واجب علينا نقدموها للجمهور، نعرفوهم ليكم والباقي عليكم، نعرفوهم ليكم والباقي عليكم. أقصد إلى الكعبة يا باص الأوزار.
الاسم الكامل محمد عمراوي، من مواليد مدينة زيو، طالب بالكلية متعددة التخصصات سلوان. البداية ديالي كنت كنجود القرآن الكريم، كنت كنسمع لواحد الفقيه كان عنده صوت جميل جدا، وكنت كنسمع له كنقلده في البداية. من بعد طورت القضية، من بعد ما تلاقيت مع تحتكيت مع ناس ويعني بديت كنتعلم بزاف ديال الحوايج، والحمد لله. احنا كيفاش اكتشفت الصوت ديالي؟ الصوت اكتشفته صراحة ماشي انا اللي اكتشفته، انا كنت كنشوف الصوت ديالي عادي جدا، ولكن الناس اللي كانوا كيسمعوا لي كيقولوا لي انه راه الصوت ديالك زوين، علاش ما تنشدش، علاش ما تغنيش، علاش ما تشاركش، علاش هادي. وهكذا تطورت القضية، كنت كنشارك في مسابقات ديال التجويد والإنشاد أول مرة قابلت فيها الجمهور كنت صغير، سن ديال 14 سنة، في دار الشباب. كانت واحد الأمسية بمناسبة ديال عيد المرأة، كانت منظمها جمعية شباب الريف، يعني كان واحد التفاعل مع الجمهور. الصراحة كاين تشجيع، ولكن واخا ماشي شي تشجيع كبير، ولكن شوية. الصراحة الأصناف كيعجبني نسمع القديم، أم كلثوم، فيروز، صباح فخري، عبد الحليم حافظ، هاد الربعة هما اللي كنسمعهم بزاف. الصراحة ما عنديش شي طموح كبير، غير إن شاء الله عندي هدف واحد، هو إن شاء الله السنة القادمة نشارك في ذا فويس. صافي. الرسالة ديالي للناس القائمين على الشأن الثقافي بسيطة، يعني يركزوا ويعطيوا الاهتمام للمواهب اللي عاد طالعة، وما يكونش تركيز كبير على المواهب اللي وصلت. برضاك يا مخلقي لا رب انتي ورضاك، خلقت صوتي ويدك، صورت أعضائي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي، لما أناجي لما أناجيك، ولما تستمع شكواي.